المنطق. المنطق دايما هو اللي بيفرض نفسه في اي نقاش لما تكون بتتناقش مع حد واثق من نفسه وفاهم. عشان كده انا بحب جدا ضيفي النهاردة، بحب اتناقش معاه، بحب استمع اليه، واعتقد ان معظم السادة المشاهدين برضو عندهم نفس هذا الشعور، لانك انت بتشعر انك انت قاعد مع حد او بتسمع لحد فاهم هو بيقول ايه، مش جاي يناظر ولا ينظر، جاي يوثق وجاي يتكلم من منطلق فكره ونقاشه ومنطقه المقنع، ويسمع لك حتى لو كنت عندك رأي مختلف ويناقشك فيه ويحترمك وهو بيناقشك فيه. ضيفي اليوم هو المفكر والمؤلف طارق حجي، دكتور الكبير طارق حجي. لأول مرة بعد عدة أشهر أهلا بيك في مصر مرة تانية، وأهلا بيك في يوم بيوم. أهلا وسهلا، وأشكرك أن أنت بتخصني وبتخص يوم بيوم بهذا اللقاء اللي أنا عارف كويس قوي أنه هو يعني بقاله فترة طويلة، وأن احنا نتناقش في الموضوع المهم اللي احنا قررنا النهاردة أن احنا نتناقش فيه، وهو الدولة المدنية في مصر. أنا اللي بشكرك. أشكرك فن، وحمد الله على السلام. الله يسلمك. ممكن قبل ما نبدأ حوارنا تقول لي حضرتك كنت فين في الشهرين اللي فاتوا؟ كنت في انجلترا معظمهم أو كلهم في الحقيقة، وما بين يعني كتابة ومحاضرات وندوات، وكلها تدور حول الحال في مصر. ويعني موضوعك اليوم هو شاغلي الشاغل منذ شهور طويلة، يعني لأننا نريد أن نرى مصر وهي تتجه بشكل تراكمي تجاه الدولة المدنية. بشكل تراكمي تجاه الدولة المدنية. طيب ايه رأي حضرتك الأول ان انا اسأل سيادتك يعني ايه دولة مدنية؟ ايه مقومات الدولة المدنية؟ ايه مواصفات الدولة المدنية؟ الدولة المدنية هي الدولة اللي كل مرجعيتها تكون قواعد دستورية وقانونية تنطبق على الجميع، على أساس أن الرابطة الوحيدة بين الجميع وبين الدولة هي المواطنة، بمعنى أنت مصري فول ستوب، علاقتك تقوم على هذا الأساس، مش على أساس أنك أبيض أو أسمر، مش على أساس أنك مسلم أو مسيحي، مش على أساس أنك رجل أو امرأة. فإذا كانت علاقتك بالدولة محكومة بقواعد دستورية وقانونية لا تميز بين المواطنين وتعاملهم على أساس واحد هو المواطنة، فنكون في دولة مدنية. كويس. هل مصر دولة مدنية؟ اسمح لي أن أقول ملاحظتين مهمتين جدا. ليه؟ لأن موضوعك هو في رأيي عندما اقترحت أنت أن نناقش هل مصر دولة مدنية، أنا قلت لنفسي أنه أكثر المواضيع التهابا. ليه؟ لأنه سياسة ودين. ده صحيح. والسياسة موضوع ملتهب، أما الدين فهو موضوع بنزين. فأنت حابنحط موضوعين شديدي الالتهاب، فخليني أقول مقدمتين مهمتين جدا في رأيي لهذا الحوار. مصر من 200 سنة عمرها ما كانت دولة مدنية كاملة، وإنما تسعى لأن تكون دولة مدنية تقترب وتبتعد. دستور سنة 23 دستور يقترب جدا من الدولة المدنية. أديك مثال من مئات الأمثلة، يحترم دستور 23 حق المصري في الاعتقاد. يجي الدساتير اللي بعد كده تقول له بس في إطار أنك تكون يا مسلم يا مسيحي يا يهودي، فهنا يبقى ضيقت من حرية الاعتقاد. الدستور 23 كان يعطيك كمصري حق الاعتقاد كما تشاء. نيجي بعد كده نلاقي ان الحق ده مقيد بانك تكون ما قدامكش غير ثلاث حاجات. فيبقى ايه، خليني اقول ان النقطة الاولى مصر لم تكن ابدا من ايام محمد علي للنهاردة دولة مدنية كاملة، وانما تسعى لان تكون دولة مدنية. اقرب وقت او اكتر وقت اقتربنا فيه للدولة المدنية كان امتى؟ يمكن يعني بعد الدستور 23. بعد الدستور 23 يعني هو نفسه اسس لدولة مدنية. جميل. وهذا الدستور أوجد مناخا يقترب من الدولة المدنية. لكن أنا يعني أنا شغلني موضوع اتكلمت فيه مع الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ النابغ، وهو وعدني أنه هو يعني
يعني يعطيني فيه خلاصة معلوماته التاريخية. قلت له هو محمد علي اشتغل على انه يعلم ولاد المصريين برا، لكن ساب المؤسسة المحافظة ما اشتغلش عليها ولا اشتغل عليها؟ ايه المؤسسة؟ الازهر. ما انت عندك حاجتين، هو بعت ناس يتعلموا برا، لكن يا ترى عمل ايه مع الازهر؟ الازهر اللي هو مؤسسة الدعوة الدينية والتأثير على الناس. ده في بلد فيها 180 الف مسجد، خطبة الجمعة قد تكون اهم من كل الشغل الاعلامي، لان ما اعتقدش ان احنا عندنا حد بيوصل لناس اكتر من يعني تأثير الخطاب الديني. فالمهم بقول ملاحظتي الاولى، مصر لم تكن ابدا دولة مدنية كاملة، ولكنها تحاول احيانا تبتعد وتقترب. دي الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، ان في كل ما سأقول اليوم انا لا اوجه اصبع الاتهام لاحد. انا مش بقول الدولة دي بتاعة النهاردة مسؤولة. ليه؟ لان الوضع الحالي تراكمي استاذ محمد، بمعنى ان في معطيات من قبل 52، معطيات من عهد عبد الناصر، معطيات من عهد السادات، معطيات من عهد مبارك، معطيات من سنة الإخوان. فبالتالي عندنا ركيزتين عشان نبقى يعني نبقى منشارك الناس في التفكير، وبمنتهى الأدب والتواضع أقول وبنقول لهم إن في مثال حي قدامكم اللي هو الحوار ده، إن إحنا بنناقش موضوع مش بنتهم أشخاص. جميل جدا. جميل. يعني مش عاوزين نقول يعني اصل في ناس طالعه اليومين دول وتزايد جدا على اعتبار ايه؟ ان حكم العسكر وحكم مش عارف مين والجنرال كذا والسيسي مش عارف ايه، وده بيبعدنا عن الدوله المدنيه وبيبعدنا عن مش عارف كذا، وبالتالي الموضوع تراكمي كامل. وقد تكون هناك مسؤوليه للسنتين اللي فاتوا، ولكنها في ظل موضوع تراكمي. مش الرئيس السيسي اللي اوجد جامعه بيدخلها المسلم ما يدخلهاش المسيحي، مش هو، تمام؟ مش هو اللي عمل الماده الثانيه في الدستور، تمام؟ فاحنا بنتكلم على وضع تراكمي. مش عاوزين نوجه صباع الاتهام لاي احد، لا في الماضي ولا في الحاضر، وانما عاوزين نتكلم عن افكار وليس عن اشخاص. كويس. نقول ان الدوله المدنيه تعرضت خلال 60 سنة اللي فاتت إلى نكسات، بمعنى أنا شخصيا برا إن المادة الثانية في الدستور لم يكن لها أي داعي، ولكن السادات حضرتك عارف وحضرتك كنت عضو في البرلمان قدمها عربون عشان يعمل تعديل تاني في الدستور اللي هو مدد الرئاسية، مدد أخرى. هو كان مقيد نفسه بمدتين وبعدين عاوز يخرج من عقدة المدتين، فخد مننا المدة الثالثة وادى لمهاجميه الأساسيين المادة الثانية. أخطاء تقريبا لا تصحح، رغم أن مصر قبلها كانت دولة إسلامية. ما هو ما كانش حد معترض على ده، إنما كانت دولة مدنية. يعني بالضبط. يعني هو يعني هقول لك حاجة. النهاردة مصر في ظرف تاريخي في غاية الحرج، والكلام سهل والفعل صعب، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. وده اللي بيمنعني ان انا اناقش اشخاص، لان ده مش غرضي. هو مناقشه هل احنا دوله مدنيه؟ الحقيقه نحن لسنا دوله مدنيه كامله، وانما دوله مدنيه في نواحي عديده، ولكن في ثغرات محتاجين نبص لها بطريقه موضوعيه. ايه الثغرات دي؟ تعالى ناخد شويه امثله. جريمه ازدراء الاديان طعنا في ظهر الدولة المدنية، وفي ناس بتبص في الموضوع ده في مجلس النواب، وربما يوفقوا، هيكون إنجاز هائل لو وفقوا فيه. في ناس طلبت من الرئيس ان هو اللي يعمل ده، وانا موافق تماما على اللي قاله، اعملوا انتوا ده في البرلمان، بمعنى انها تكون ارادة البرلمان. ما البرلمان ده ارادة الناس، فيأتي ذلك أفضل من إرادة ممثلي الأمة على أن يأتي من إرادة قائد فرد. اللي بيحصل في المنيا النهاردة ده طعنة في الدولة المدنية. واحد يقول لي لا ده نزاع طائفي. لا، أن ده حصل في المنيا ده نزاع طائفي، صمتت الدولة أمامه كما تصمت دائما. والنهاردة بقول خاص هو ده اللي بكلم عنه. أي لما أعضاء، لما مواطن قبطي ما يعرفش يخرج من قريته عشان
يشارك في الانتخابات لان قريته محاصره. ده ضد الدوله المدنيه طبعا. ليه؟ ايه هو اللي ضد الدوله المدنيه؟ حياد السلطه، حياد الشرطه. تعالى ناخد موضوع تاني. في المرحله اللي زي دي ما كانتش الشرطه اللي عايزه تمنعه، بس الشرطه خافت تواجه اللي بيمنعه. ما ده اللي انا اقصده. اقصد ان الشرطه وظيفتها تطبيق القانون. لما يجي مواطن سلفي يمنع مواطن قبطي من ان يخرج من بيته عشان يصوت في الانتخابات، فموقف الدولة مناقض للدولة المدنية. الدولة المدنية بتحمي حق المواطن القبطي انه يروح ينتخب. تعال اديك مثال قاذح جدا يعتبر طعنة في ظهر الدولة المدنية. عشان يطلع تصريح ببناء كنيسة في مصر، الموضوع ده بياخد ساعات 10 سنين و20 سنة و30 سنة. تصور ان بعد ما ياخد كل المدد دي ما يتنفسش، لان الجماعات السلفية لها شروط. شفنا الجماعات السلفية بتقول لا مش عاوزين منارة، لا مش عاوزين جرس، لا مش عاوزين باب الكنيسة يفتح من هنا، عاوزينه يفتح من هنا. طب ما دي دولة تانية وهي ضد الدولة المدنية. اذا عندنا اعراض كتيرة محتاجين نبص فيها لكي تكتمل الدولة المدنية. بعيدا تكتمل بعيدا عن السياسة، ده ملوش دعوة بالسياسة، انما ده ليه دعوة بتأصيل حقوق المواطن في بلده علشان تاخد جزئيات. يعني حضرتك بتقولي بتديني مثال من مجموعة من الأمثلة، ده واحد فيهم وأنا أؤيد حضرتك فيه جدا ومتابعه من زمان جدا، وقلنا في حاجات لازم تتغير. طيب سؤالي في الحتة دي يا دكتور، طب ما احنا عارفين الكلام ده من الخمسينات وبدأنا نتكلم عنه أكتر في الستينات، وظهر أكتر في السبعينات في المواجهة اللي حصلت بين الكنيسة وأنور السادات والقانون الهميوني احنا ليه ما بنصلحوش؟ هو مصر من ايام محمد علي فيها قوة تنظر الى الحداثة وقوة تنظر الى نحافظ على ما هو قائم. تصادف ان الازهر كان دائما قوة محافظة. يجي علي عبد الرازق يطلع كتاب الاسلام ووصول الحكم، فيتفق اتنين، الحاكم الملك فؤاد والازهر ضد علي عبد الرازق. بعديها بسنة في سنة 26 طه حسين يطلع كتاب الشعر الجاهلي اللي هيبقى اسمه بعد كده الادب الجاهلي. الاثنين دول يتفقوا مع بعض، القوى المحافظة. هذه القوى المحافظة ظهرت لنا بجلاء في الخمس سنين اللي فاتت. ليه؟ لان الصراع ما بين من يريد الحداثة ومن يريد المحافظة على ما يسموهم الأصول أو الثوابت، هذا الصراع بقاله 200 سنة في مصر. لكن ساعات بتمشي السفينة زي في العشرينات تجاه الحداثة، تيجي في الثلاثينات يجي واحد اسمه مظهر يطلع كتاب يقول اسمه لماذا أنا ملحد. تخيل أنت النهاردة لما واحد يعمل كتاب، عارف اللي حصل أيامها إيه؟ ردوا عليه بالكلام بعض الناس، لكن لا كتابة صادر ولا الاستاذ مظهر اعتقل. احنا يجي دلوقتي شويه ولاد اسمهم اطفال الشوارع يغنوا. انا في رايي ان حقوق الناس تلخص في التالي، واحد يقول انا مش عاجبني الكلام ده خالص وده فن رخيص، واحد يقول هم احرار. لكن هو كل عيب جريمه؟ انا لا اتصور كده في دوله مدنيه. مش كل عيب جريمه، مش كل ما لا توافق عليه يجرم. يعني الولاد بتوع الشوارع بيقلسوا على الإذاعة، بيقلسوا على أي حاجة، بيقلسوا على إذاعة القرآن الكريم، وقلسوا على عبد الفتاح السيسي. أيوه هو قلسوا على حاجات كتير. هو أنا عاوز أعرف هو كل ما هو مستهجن جريمة، لو كده مش هنقف. لو أن كل ما هو مستهجن جريمة هنوصل لمرحلة من القهر ملهاش حدود. في فرق بين ما هو أنت اللي مش عاجبك وبينه مجرم. مش عاجبك يا أخي، الله، مش عاجبك أنت حر، من حقك إن ما يعجبكش. هو البعض نظر، وانا على فكره انا رغم اني مش عاجبني اللي بيقولوه، بس مش عاجبني انهم يتحبسوا. دول قضيتين مالهمش دعوه ببعض. بالظبط. مش لازم، اللي قلت انا مش موافق على كل اللي هم بيعملوه، انما في جزئيه هنا لازم اقف. يعني فن هابط جدا يعني، لكن مش معقول كل فن هابط اروح احبس صاحبه. تمام، لازم الخط الفاصل يكون واضح ما بين ما هو مستهجن وما هو مجرم. فتعال ناخد موضوع اللي هو ازدراء الاديان. طب ممكن قبل ما ناخد موضوع ازدراء الاديان، انا اسف، لا طبعا،
اقف الحتة دي شوية علشان نتكلم فيها واقول لحضرتك ان البعض بيقول اننا الان في موقف لازم فيه نسيطر على المجتمع وان اللي يحصل فيه ده اكستريم قوي في استخدام الحريات وهو ده اللي مخلي المجتمع يبقى مش محكوم ومش متحافظ عليه وبالتالي لازم لما حد يطلع يعمل كده ويتجاوز بهذا الشكل لازم اعاقبه علشان نرجع المبادئ للمجتمع ونرجع الاداب للمجتمع ونرجع. في ناس بتقول الرأي ده، رد حضرتك عليه ايه؟ ردي عليه ان مفيش مجتمع في الدنيا مفيهوش كل الايجابيات وكل السلبيات، بمعنى ان ايام سيد درويش كان في غنى انا اعرفه هابط جدا عن الغنى ده بمراحل بمراحل. انا عارف ما ينفعش انا وحضرتك نقوله للناس دلوقتي على الهواء على الاطلاق. واكبر مغنية قبل ام كلثوم منيرة المهدية ليها حاجات ما ينفعش تقال دلوقتي، ولكن المجتمع ما فكرش يجرم. ليه؟ لان في اي مجتمع عندك اشياء ترضى عنها واشياء ما ترضاش عنها. المنطق اللي حضرتك قلته كأنه يعني قول صحيح يراد به باطل، بمعنى عاوزين نلم المجتمع. لا، ما ينفعش انك تلم 90 مليون، لا ما ينفعش، لا، خاصة في الآراء. طالما انهم لا يهددوا مصالح الأفراد ولا يهددوا السلم المجتمعي فمش معقول عشان مستواهم هابط يتسجنوا، ما ينفعش. يعني ده شعب أصلا فريحي بتاع نكت وغنى وعنده أشياء كتيرة جدا خارجة عن المألوف، لكن ما ينفعش أجرمها. لا، أنا غير مقتنع على الإطلاق بأن يبقى فيه خلط ما بين ما هو مجرم وما هو مستهجن. مش عاجبني، مش معقول كل اللي مش عاجبني يخش السجن. لا، ما ينفعش ما ينفعش. وبعدين ما فيش ضرر على فكرة، يعني هو في النهاية الإنسان السوي المتوسط العام المصري لما يسمع الولاد دول، يعني انت متخيل حضرتك ان الولاد دول هيكونوا طيار عام في المجتمع ضد استقرار المجتمع؟ انا بتهيألي ان ده يبقى مبالغه شديده جدا. يعني هو الناس بتنظر الى بعض الاشياء وتقول لك ده ثوابت، انت ازاي تتكلم على ذات القران الكريم بالشكل ده؟ لا، انا انت ازاي تطلع كده؟ وده اللي خلى مجموعه من الاخوه الاقباط او المسيحيين في مصر يطلعوا يقولوا طب ما انتوا سجنتوا الشباب اللي كان بيعمل الاطفال الصغيرين اللي اتاخدوا في السجن جريمة لا واتحجزوا. بس مش هعرف اعالجها الا بالغاء جريمة ازدراء الاديان، بمعنى عشان كده هتنتقد بيك الازدراء الاديان. اللي هو الفكرة لان اصلا انت هنا القاضي هو انسان عنده حاجتين، عنده النص وعنده المؤمة، لان احنا عارفين ان في الجنائي في حاجة اسمها حرية القاضي في الاقتناع، بينما في المدني هو بيبص على ورق 1+1 يبقوا 2، ده في القضايا المدنية. لكن في القضايا الجنائية القاضي بيكون قناعة، يبقى ثقافته دخلت مش كده، يبقى ماليش حل إلا أني ألغي الجريمة. وأنا أعتقد أنها ستلغى، أعتقد أنها ستلغى، ولكن دي هتحل جزء من المشكلة مش كل المشكلة. يعني المشكلة هي أن أنت لو عاوز عندك إرادة سياسية لوجود دولة مدنية عندك معارك أساسية لازم تخوضها، وهي هو الأزهر سلطاته في نطاق الدين ولا في نطاق كل شيء؟ اعتقادي الخاص ان هو يتكلم في الدين ولكن لا يتكلم في كل القضايا، بمعنى بس الناس المتدينه بتقول لحضرتك ان الدين المعتدل الوسط اللي بيمثله الازهر من المفترض ان هو بيحط اسس لكل هذه القضايا. يقول بس ما يفرضش. يعني هو الفكره ايه؟ زي ايه؟ زي أنا أعرف إن في سيدات لما بيدخلوا الأزهر طالبين فتوى معينة بتمارس عليهم ضغوط معنوية لتغطية رؤوسهم. أنا رأيي إن سلطته إن هو يقول ينصح ولكن ليس يفرض، تمام؟ فهو الأزهر له مهمة أساسية في نطاق الدين والتربية الدينية والتعليم الديني والثقافة الدينية والإجابة على تساؤلات الناس المرتبطة بالدين. فيما عدا ذلك أنا مش عاوزه يسكت، أنا عاوزه يقول رأيه بس ما يفرضش، بمعنى إن في هذه الدولة خلينا نقول حاجات الناس بتخاف تتكلم فيها. في هذه الدولة احنا من أول ما بدأنا الحلقة بنقول حاجات الناس خايفة تتكلم فيها. في هذه الدولة من حوالي سنتين
اختلف وزير ثقافة مع المؤسسة الدينية من الذي يحدد الأفلام التي تعرض والأفلام التي لا تعرض. دي حالة بتعمل لك ترمومتر إذا كنت أنت دولة مدنية ولا لا. كان وزير الثقافة بالصدفة أكثر وزراء الثقافة ثقافة في 20 سنة اللي فاتوا، في 35 سنة اللي فاتوا. منذ ثروة عكاشة كان وزير الثقافة في هذه القضية هو مين؟ دكتور جابر عصفور، هو أكثر وزراء الثقافة ثقافة منذ ثروة عكاشة. دافع عن الدولة المدنية. أنا كوزير الثقافة اللي أقول في فيلم يعرض ولا لا يعرض. المؤسسة الدينية نازعته هذا الحق. أنا مش بلوم المؤسسة الدينية، من حقها يبقى لها رأي، بس المجتمع كان لازم يفصل إن دي قضية وزير الثقافة. المجتمع بقى هنا، المجتمع حكم لصالح الأزهر. أنا ما كنت أقصد الدولة مش المجتمع، الإرادة السياسية. بمعنى طب هو هل تستطيع الإرادة السياسية أن تفرض تقود، أن تقود المجتمع، الرأي العام، تقول له لا بعد إذنك رأي عام دي حاجة تبع؟ لا، هو الرأي العام المصري مستعد جدا للمعقولية. يعني الرأي العام المصري لو جيت ناقشته في القضية التالية أقول له جامعة الأزهر، أنا بقول فرضا، ستكون للدراسات الإسلامية فقط، أما كلية طب وهندسة وصيدلة وعلوم وزراعة الأزهر فستحول إلى جامعة شرق القاهرة، أوكي، ويدخلها كل مواطن مصري سواء كان مسلم أو مسيحي، لأن هناك تعارض مع فكرة المواطنة إن في جامعة ما يدخلهاش واحد غير لو كان مسلم. يعني ده ما ينفعش، يعني ما ينفعش واحد مسيحي يدخل كلية طب الأزهر؟ طبعا ما ينفعش دلوقتي، لا طبعا ما ينفعش. من أيام عبد الناصر، من أيام عبد الناصر. ما ينفعش. إحدى أخطائنا اللي مش عارفين نتناولها، بس ليه؟ لازم ليه احنا خايفين نتناولها ليه؟ يعني هو الحقيقه ان الازهر تزداد قيمته طبعا اما يكون كليات دينيه بس، ويشتغل على النوعيه ان يبقى عنده اعلى دراسات اسلاميه في العالم، في الفقه، في الشريعه، في في في. ولكن انا لا ارى ابدا ان كليه طب الازهر تزيد من قيمه الازهر، ولكنها تنقص من قيمه المجتمع. يعني انا كرجل يؤمن بالدولة المدنية عندما أسأل نفسي، أنا اسمي عادل جرجس، حاصل على 99% في الثانوية العامة، عاوز أدخل كلية طب جامعة الأزهر، لا ما أدخلش. طب اللي منعني هنا إيه؟ إني مش مسلم. يبقى المواطنة حصل لها إيه هنا؟ دمرت مش كده؟ ده دمرت تماما. طيب الناس خايفة تتكلم، حصل له إيه هنا؟ بالظبط. فهو الفكرة إننا نحن في الحقيقة دولة تحاول أن تكون مدنية، فيها أجهزة مدنية كتير، مش هنبالغ ونقول إن الدولة دينية، لا الدولة مش دينية، الدولة فيها أجزاء كتيرة مدنية، بس فيها أيضا انتكاسات ضد الدولة المدنية، وهدف هذا اللقاء هو أن نناقش تلك الانتكاسات لكي ننظف الثوب مما به. بس محتاجين يبقى عندنا الجرأة الأدبية اللي احنا نقول إيه؟ نقول ان عندما تتفاوض الدولة في الصعيد مع الجماعات السلفية من اجل تنفيذ قرار من رئيس الجمهورية ببناء كنيسة، هنا دوسنا برجلينا على فكرة الدولة المدنية، دوسنا عليها باقدامنا. يا فندم، ده طلعت قطعوا خط السكة الحديد لما تعين محافظ مسيحي. ما هو هنا اصلا ليه وجهة نظر، والدولة غيرته، إن انت محتاج حزم بلا حدود في إطار القانون، مش حزم، يعني مش حزم باطش، ها؟ حزم في إطار القانون، يعني وإعادة تثقيف. لازم أخلي كل واحد دخل في مفاوضات مع الدولة لكي تنفذ قرار رئيس الجمهورية بإنشاء كنيسة بالشكل ده. ما هو الموافقة فيها رسومات يا أستاذ محمد، ها؟ في رسومات هندسية. تصور بعد ما طلع قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء كنيسة مثلا الملاك ميخائيل في مدينة كذا، يجي السلفيين يمنعوا؟ انا هنا لازم اوري الحاضر والغائب ان انا دولة، كلمتي بالقانون تعلو فوق الجميع، واعمل ارهاب وردع لكل من تسول له نفسه ان هو يقف ضد القانون. لان انا ما بقولوش ضدي، انا مش ضد الرئيس السيسي، ده ضد القانون. انت طلعت له بعد 20 سنة تصريح بناء كنيسة،
انت يعني الدولة المصرية، يجي يتناقش مع السلفيين الباب من هنا. انا بكلمك في حالة حقيقية ولا من ورا؟ وبتبص حضرتك يا استاذ محمد، بص على الشروق كلها كانت ايه في الحالة اللي بكلمك فيها. بلاش منارة، بلاش جرس، بلاش الباب في الشارع الرئيسي، خليه في الشارع الخلفي. ايه القاسم المشترك؟ القاسم المشترك مش عاوز اشوفك، مش كده ولا غلط؟ القاسم المشترك الدارة، انا متضايق منك. طب امال انت كدولة بتعملي ايه؟ ها؟ لا انت مين؟ انت مين؟ هي دي النقطة. ده هو ده يعني. شوف ده مربط الفرس. انا بشكرك على المداخلة دي. انت مين عارف ليه؟ لان ده مربط الفرس، اللي هو انا الدولة وده القانون وده راجل حصل على شيء. انت مين؟ ها؟ انت جاي بصفتك ايه تقول لا مش هتبني، مش هتبني كده؟ وعلى فكرة اللي بيقولك كده ده امي برضو يعني. ها؟ يعني خد بالك ان هو بس مقتنع جدا دي يولعها لو اتبنت بالطريقة اللي على مزاج بس الحكومة، لو الدولة مش على مزاجه هو. الدولة دي لو وريته العين الحمراء بالقانون، بالقانون على طول، كل مرة نقول بالقانون، اه والله العظيم هيحلم بالليل بطاعة الدولة. انا ممن يؤمن ان اجعل الناس طاعة الدولة ولا احترام القانون؟ لا، ما انت طاعة الدولة في ظل القانون زي ما انت كررتها كذا مرة، اللي هو الدولة عندما تسحر على تطبيق القانون فإنها يجب أن تطاع، لأن البديل هو الفوضى أو السؤال اللي حضرتك سألته هو أنت مين؟ وأنا عرفتك المرة دي، أنت الجمعية السلفية. طب والمرة الجاية مين؟ مش كده ولا غلط؟ بالظبط كده. يعني اللي حصل في دولة سنة 2016 تخلع ملابس ست كبيرة في السن وتمشي مشوها عارية النهاردة في الشارع في قرية في محافظة المنيا تشهيرا بها، لأن كان في إشاعة إن واحد مسيحي بيحب بنت مسلمة أو العكس. تمام؟ الدولة يجب إن تكون هي الفيصل في الموضوع ده، مش هما. يعني فكرة، أنت عارف بص التعبير بالإنجليزي you don't take the law by your hand، ده ما بتاخدش القانون في إيدك. ها؟ إحنا ما يجبش إن إحنا نزعل لو الدولة كانت قاسية جدا في تطبيق القانون. هو إحنا زعلانين من اللي بتعمله الدولة في سينا؟ ولا نفسنا إنها تعمل أكتر؟ طبعا. مش كده ولا غلط؟ ده صحيح. يعني إحنا بنعتقد ان الدولة بتعمله في سينا شيء نبيل جدا ولمصلحتنا. بالظبط، ودفاعا عنا ومتأخر وزعلانين ان هو اتأخر وعايزينها تدوس اكتر علشان نخلص من حالة الارهاب اللي احنا فيه. وياما وياما الاستاذ سمير غطاس عضو مجلس النواب الحالي ياما ما قال زمان 20 سنة على اللي بيحصل في سينا، كل اللي مطلوب توروهم العين الحمراء، ده تعبيره بالحرف. ده اللي بيحصل دلوقتي، لكن نظرا لانك غبت كتير فقاعد توريه العين الحمراء شهور مش ساعات. بينما لو كنت وريته العين الحمراء من زمان، والعين الحمراء في ظل القانون يعني، ما كانش ده حصل. انا ياما سمعته من 20 سنه بيقول سينا محتاجه الدوله توري الناس العين الحمراء. في دوله، اللي بتعمله الدوله في سينا انا لا اظن ان في حد معترض عليه غير عدو الدوله المصريه وعدو المصريين وعدو الشعب. ومن يريدني ان اكون على الضرب السوري، الضرب بالباء، ها؟ تمام، بالدال على طريق سوريا، على طريق سوريا. ف انا شايف ان احنا كدوله هيكلها مدني وفيها ثغرات، من حقنا جميعا نناقش تلك الثغرات بنيه ان نتجه الى دوله اكثر مدنيه. اللي هيفهم بقى ان الدولة المدنية يعني دولة ملحدة يبقى مسكين مش فاهم الموضوع. ها؟ كويس. اصدار الأديان. ايوه. الثغرة الثانية بعدها ايه؟ بعد اصدار الأديان التعليم. لا أقول لك حاجة. أنا عارف إن التعليم ده هنقعد فيه. لا يعني أقولها، تعال نقول التعليم ونقول الدولة دي شافت واحد بيتقتل في طريق الصعيد لانه متهم بانه شيعي واتقتل وهي عارفه انه محاصر، ها؟ واتسحل. واتسحل، ها؟ هنا الدوله المدنيه كانت تحمي هذا المواطن، مش عشانه هو، عشان مبدا الاختلاف. ما هو الفكره ان لو قتلنا الشيعي، انت عارف معناها ايه؟ ده احنا دخلنا خلاص في معسكر الاسلام بنقتل جواه. هو الشيعي ده مسلم، ها؟ مش كده ولا غلط؟ ها؟ بنقتل من جوه المعسكر، امال اللي بره المعسكر هنعمل فيهم ايه؟ اذا كنا بنقتل واحد لمجرد انه شيعي، ها؟ تمام؟ ف التعليم هو
يمكن الموضوع اللي نتكلم فيه ده لو واقف على اربع عواميد ده يمكن لو ركنين منهم التعليم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك هتحط مبادئ الدولة المدنية في التعليم. بعض الناس بتطلع لنا برامج تعليمية في المدارس الدينية، الواحد مش عاوز يقفز النتيجة ويقول اكيد انها موجودة، بس لو موجودة تبقى كارثة، مش كده؟ يعني انت بتقول جوه مبادئ جوه برامج تعليمية، انا شفتها بعيني في كتب تدرس في بعض المدارس الأزهرية، ان لو الدولة ما قامتش بدورها انت قم بدورك. طب انت ازاي تسيبه يعمل كده؟ ازاي تسمح بوجود، ما انت تاني سؤالك انت مين؟ ها تاني مرة تانية، ها يعني انت ما بتقول يعني زي ما موجود دايما كنا بنقعد نقول بعد الثورة الدولة العميقة تتحرك. وعدنا بحضرتك تفتكر التقينا بس برنامج اخر عدنا نتناقش عن فكر والكونسبت بتاع الدولة العميقة يعني ايه. النهاردة في حاجة تانية بتتحرك في المجتمع اللي احنا بنسألها انت ايه؟ يعني انت مين؟ انتوا مين؟ وممكن ده يركب في اي حاجة. يعني انا اعلم جيدا ان ممكن في صلاة جمعة حد يروح داخل في مسجد واقف، او في صلاة ظهر، او في صلاة عصر، في اي وقت، الحقوا ده اخوكم فلان الفلاني المسلم حصل معاه كذا، وتكون قصة حب بنزين على النار. قصة حب اهي، ايوه قصة حب. ممكن اي اسرتين لو مسلمين او اي اسرتين مسيحيتين هيحصل بينهم خناقة. انما في شخص قرر ان بما ان قصة الحب بين المسلم ومسيحي، او في اشتباه ان يكون بين مسلم ومسيحي، ان الدنيا كلها تولع بسبب كده وهو قاعد مبسوط. ده عائد لغيبة القانون، وعائد ايضا لثقافة الناس. في عندنا مشكلة في الثقافة ولا في التعليم ولا في الاثنين؟ في الاثنين طبعا، بدون شك بدون شك. يعني انت لما التعليم، تخيل ان انت لما تكون برامجك التعليمية فيها عكس اللي انت عاوز تعمله. يعني انت الرئيس السيسي عاوز يبني دولة حديثة، بس في برامج التعليم عنده عكس ذلك. يجي بعض الناس تقول ايه؟ لا الازهر هو اللي يغرب برامجه. لا، في كيان فوق الازهر اسمه الدولة. اللي هيقول لي ان الازهر اعلى من الدولة انا اكف عن الحوار معه ليأسي منه. يعني قال لي الازهر ويحظى بكل احترامنا وتقديرنا جزء من مصر، مصر مش جزء من الازهر. وبما ان الازهر جزء من مصر فبرامجه التعليمية يجب ان تخضع الى رقابة الدولة المصرية. فاذا كان في برامجه التعليمية ما يعمل ضد اهداف الدولة فيجب ان تنقى. ده في كتير يا استاذ محمد، في كتير. وفي بعض زملائك الاعلاميين فرضوا ساعات طويلة للموضوع ده، قعدوا يشتغلوا على ان يمسك الكتاب كده يوريهولك في ايدك ويقولك بص الكتاب مكتوب عليه ايه، السنة تالتة في مرحلة كذا. فالتعليم طبعا ده ركن اساس، لكن التعليم استثمار طويل المدى. يعني هتنظفه النهاردة وتنتظر نتيجته، تنتظر نتيجته. لكن عندك حاجات تانية كتيرة برضو. في فكرة عاوز اقولك عليها لو سمحت لي. تفضل. من حق واحد يقول ايه؟ ان الحكم المصري لازم يبقى عنده اولويات، فيمكن ده مش من اولوياته. اللي يقول كده اقول له اهدافك لبناء مصر المستقبلية بتعاق بده، فانا مش شايف ان ده اولوية تانية. ده اولوية اولى طبعا، ده اولوية اولى ان احنا نشتغل الى بناء دولة مدنية. بمعنى ان الازهر منوط به ان يقدم اسلاما وسطيا صالحا للعصر ولا يفرز ارهابا، فول ستوب، اوكي. لكن ليس منوط به ان يدير الدولة نيابة عن الدولة، وليس منوط به ان يكون مؤسسة لاخراج الاطباء والمهندسين. فنحط الامور. فانا حقيقة انظر الى انشاء جامعة الازهر في الستينات بهذه الكيفية الى انه خطأ كبير جدا جدا. يعني جامعة محترمة من جامعاتنا، لكن ايه العلاقة بين الازهر وبين طب الاسنان؟ ها كلية طب الاسنان اللي في الازهر دي تصبح كلية
وليه لا وليه دكتور الاسنان بتاع يعني اللي بيتعلم طب اسنان في جامعه الازهر لازم يكون مسلم بس ما يكونش مسيحي؟ يعني ده منتهى الرقي ان احنا كنا ندخل المسيحيين جامعه الازهر. طبعا تخيل. ها يعني انا بروح احاضر في جامعه اسمها اليوروبيان يونيفرسيتي بتاع الفاتيكان، فيها يهود قاعدين تلاميذ وفيها مسلمين في جامعه الفاتيكان. ها يعني ايه المشكله زي انت ما بتقول ان كليه طب اسنان جامعه الازهر كان يبقى فيها طالب مسيحي؟ ازاي دي اتغابت عننا ان احنا بنضرب المواطنه في ظهرها؟ بس دي حاله من الحاجات. يعني احنا عاوزين نبص للحالات دي كلها ولا نبالغ ونقول ان اللي مطلوب دراستها؟ ها ويمكن ما تتحلش كلها مره واحده مش مهم، بس المهم انها تكون تحت عيوننا. مهم انها تكون تحت عيوننا. طيب خليني انتقل بحضرتك شويه الى حته تحت عيوننا دي. في كل مره بنطلع نتكلم عن تطوير مصر نتكلم في حتتين، التعليم والصحة، التعليم والصحة، الدولة المدنية، التعليم يجب أن يكون كذا. أنا فاكر أنا كصحفي عملت وكتبت ريبورتات وعملت شغل عن تطوير التعليم في مصر من 26 سنة. أنا أتذكر لوالدي الله يرحمه مواضيع عن تطوير التعليم في مصر من بداية السبعينات ونهاية الستينات. احنا امتى هنقول عندنا تعليم وامتى هنقدر ان احنا ايه اللي مطلوب ايه اللي معطلنا؟ يعني اذا كنا كلنا بصين للتعليم كده وعارفين كل اللي بينصح الحكومه بيقول، الخبراء كلهم بيقولوا، الحكومه نفسها بتقول، الوزراء كلهم بيقولوا، المدرسين نفسهم بيقولوا، طب ايه اللي معطلنا؟ انك دايما بتعهد للي هو جزء من المشكله بحلها. يعني في كل الامور ده كده بنروح نعهد لمن هو جزء من المشكله. يعني أنا لما ألجأ إلى وزير التعليم العالي لإصلاح التعليم العالي، لا ما ينفعش، لا أنت عاوز مستوى أعلى من ذلك. أنا عارف الناس هتصدم في اللي بقوله، مستوى أعلى من وزير التعليم بكتير، مستوى أمخاخ مش وظائف. ها العقول لا علاقة لها بالمسميات، أنت محتاج مجموعة من ثينك تانك، مجموعة تفكير تضع فلسفة التعليم. أنا من 5 سنين دعيت أن أنا أكون عضو في مجموعة، حضرتك اتكلمت على الشيخ محمد بن زايد، كان هو اللي كون مجموعة لكي تضع فلسفة وسياسة التعليم في أبوظبي مش في الإمارات. وبعد سنتين قابلنا لما قدمنا له الخطة اللي بتتنفذ، ما كانش واضح تعملوها في سنتين. فلسفة التعليم، ما انت عاوز تحط رؤية، انك تقول انا عاوز اروح فين، دي اسمها الفيجن في علوم الإدارة. طبعا. وبعدين عشان اروح هناك عاوز سياسات، ايه هي السياسات اللي هعملها؟ وبعدين عندك برامج، انت محتاج هنا حاجة اكبر بكتير قوي من وزير. الوزراء في مصر عبارة عن موظفين الواحد يتعامل معهم عبر السنين، وهم قد يكونوا اشخاص افاضل، ولكن عدد الوزراء اللي هم اصحاب عقول كبيرة يمكن يكونوا مفيش يعني وموظف وعنده مشاكل على فكرة تغرق بلد برضو. يعني هو الفكرة لما تكون حضرتك النهاردة وزير التعليم العالي، العمل اليومي أخذك تماما. انت عاوز واحد عنده مهمة تانية، مهمته أن يضع فلسفة. والموضوع على فكرة برضو عاوز أقول إيه، الكلام أسهل من الفعل. يعني أنا لازم أنا نفسي أقول إن الموضوع صعب. طبعا موضوع صعب جدا، لكن عايز إرادة الدولة. بس عاوز إرادة الدولة، وإرادة الدولة يجب ألا تعهد أبدا لمن هو جزء من المشكلة بإيجاد حل لها، مش هيحصل حل. أو لمن هو جزء من الإدارة الحالية اللي مشغول بأن هو لازم الراجل ده يكون متخصص وقاعد فاضي تماما، إن أنا هعمل ده وقدامك سنتين ثلاثة شوفوا بقى مجموعة من المفكرين الثينك تانك اعملوا كذا. وهل نستعين في الحالات اللي زي دي بخبراء من العالم؟ طبعا. هو الناس تيجي تقول إيه؟ اللجنة بتاعت الشيخ محمد بن زايد ما كانش فيها غير واحد من الإمارات. واحد من كلهم من واحد من امريكا، واحد من انجلترا، واحد من استراليا. انا كنت من مصر. لكن انا في فكره جت في بالي وانت بتتكلم عاوز اقولها قبل ما تروح. مصر فيها نهضه غير عاديه الان في الطرق والجسور. صحيح. وسببها حسن اختيار الرئيس المهندس عازر الذي لمع في هذا المجال في المانيا وكان من نجومه. انت محتاج تعمل كده في كل المجالات. جبت واحد من بره.
عمل فكر كده من بره المنظومه، بس برضه المجموعه بتاعت وزاره النقل شغاله والهيئه السكك، بس وعمال يغير فيهم. هو جاي مش شايل على كتفه اثقال الوظيفه العامه. يعني انا لما اجي اقول النهارده ان وزير التربيه والتعليم عنده وقت لفلسفه جديده للتعليم، يبقى انا غير عادل في حقه. طبعا ده هو غرقان 20 ساعه في اليوم. ده ما فيش مدرس بياخد اجازه الا لما يعدي على الوزير شخصيا ورقه. حضرتك عارف ان معظم الناس ما تعرفش ان عدد المدرسين في مصر 1.2 مليون. انت لما تيجي تقول اصلاح التعليم الكلام سهل والفعل صعب جدا، فمحتاج حد دي مهمته الوحيده. يعني محتاج حد. تصور ان انت لما تيجي تقول ايه اصلاح التعليم، التعليم هو عباره عن المدرس والابنيه التعليميه والمقررات والتلميذ. تصور كل واحده من دول محيط. ها طبعا كل واحدة من العناصر دي محيط، لكن لازم الإرادة السياسية، ثم بعد الإرادة السياسية أن أعهد لمن ليس هو جزء من المشكلة. معظم كبار الموظفين في مصر، وأنا مش بلومهم، هم بلوم المنظومة، هم جزء من المشكلة. هو زي ما بيقولوا عليه بالإنجليزي كير تيكر، يعني بيمشي الحال. ها لأن هو وظيفته كده تسيير أعمال، تسيير أعمال. كير تيكر بيمشي الأعمال. تسيير الاعمال. انا عايز اقول لحضرتك طبعا ان احنا هنبدا تيجي لنا تعليقات كثيره جدا. انا اسف ان النت عندي فاصل، مش عارف اقرا تعليقات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك الان، ولكن بتجيلي رسائل وانا قاعد حتى على رقمي على الموبايل بتاعي. طيب اذا كنا وصلنا الى مرحله، اتكلمنا عن ازدراء الاديان، اتكلمنا عن الازهر، اتكلمنا عن التعليم، واتكلمنا عن اراده الدوله، عندي سؤال احاول ان انا اصيغه. هل يفرق مين اللي بيحكم الدوله في توجه الدوله نحو الدوله المدنيه؟ يعني في ناس بتقول طول ما الجيش وحد من الجيش هو اللي بيحكم الدوله هيفضل دايما مش عايزها تخش ناحيه المدنيه. الناس فاهمه ان الدوله المدنيه يعني واحد ملوش دعوه بالجيش، ان ده مدني وده جيش. انا احدى المعايير اللي بحكم بيها على اي انسان مدى his sense of reality، احساسه بالواقع. اي واحد الان يفتكر ان مصر تحكم وتنقذ ويحافظ عليها بدون المنظومة الحالية ما بين السياسة والقوات المسلحة، فهو مش عاوز اقول عميل، هو غلطان. ها بلاش ايه، بلاش يعني نقول انه عميل وخاين، لا نقول ايه، هو مش فاهم. مش فاهم ان الفارق الوحيد بين مصر وسوريا هو القوات المسلحة المصرية. بس كلمة القوات المسلحة المصرية كلمة، مش كلمة عابرة. يعني هو بنية الجيش المصري مختلفة عن بنية الجيش في البلاد دي كلها. وأنا شخصيا أؤمن إن أي واحد عنده ضمير، لو كان مدني عنده ضمير، يتقال له تعال احكم مصر حاليا ويكون هو مدني، إن هو يقول لا أنا ما أقدرش. هو لو عنده ضمير يقول كده انا ما اقدرش. اللحظة التاريخية تحتم هذا الدور للقوات المسلحة. باخي سؤالك، هل وجود شخص مدني على رأس الدولة يجعلها قابلة للاتجاه للدولة المدنية؟ مش بالضرورة. يعني ياما شفنا دول يحكمها مدنيين وما تتجه الى الدكتاتورية بعنف، او تتجه الى يعني بدون شك كلامك صح، بدون شك ان الموضوع كله هو تكوين الشخص اللي على رأس الدولة. هل يعني هو الان الذي يريد، انا في رأيي ان الذي يريد ان يسحب الجيش من الحياة السياسية المصرية، يا اما حسن النية سيء النية. لو سيء النية بلاش نتكلم عنه، لو حسن النية بقول له ستكون مصر على درب سوريا في ظرف سنتين ثلاثة. لازم في مرحلة معينة نحط خط، نحط خط. ها وفي المرحلة دي، ده انا يا استاذ محمد بلوم العكس. يعني انا لو سألتني انت بتلوم الرئيس على ايه، اقول لك بلومه على ان اداء الـ30 وزير لا يشبه اداء القوات المسلحة. ده انا كنت اتمنى ان يكون الاداء مماثل لاداء القوات المسلحة، اتمنى، لان بدون شك
انها المؤسسه الوحيده التي لم تخرب في مصر. ما المؤسسه الوحيده الباقيه اللي بتشتغل بالاوامر، اعمل الاول وبعدين نبقى نتكلم بعد كده، بس ننجز. فبالتالي بينجز رغم ان هو بيغلط، وده طبيعي في اي حد بيشتغل لازم يغلط، حد ما بيغلطش بالظبط كده. انما في رؤيه مختلفه عند الشباب اللي طالعين، في ناس بتزرعها في مخ الشباب دي من دول، يقول لك اه طالما جالك الراجل ده ده جنرال يقعد بقى يلعب بدمخه. اذا انت تبتعد عن حقوق المواطنه وعن المواطن وعن الكلام ده كله يا استاذ محمد، عشان انا رايي انك ما تقلقش منه، ده موجود في 1% من الشعب المصري. ها يعني خد بدون ما ادخل في الموضوع على الاطلاق، خد موقف المثقفين وموقف عموم الشعب المصري من صدام نقابة الصحفيين بالدولة. انا مش هخش في الموضوع، انا بتكلم على الصورة من بره. داخل المثقفين كان عندك فوضى عارمة في الآراء، الشعب المصري كله كان مع الدولة، انه بحسه المكون عبر سنين طويلة دون ان يكون بيبحث لنفسه عن دور، يكون انا في الحل يخرب الحل، يغلب على عدد كبير من المثقفين ذاتية الدوافع، دوافعه ذاتية، ان انا مانيش في الصورة. لو كنت في الصورة كان بيبقى رأيي مختلف عن كده خالص. الشعب المصري البسيط ما عندوش دي، لان هو مش في الصورة، هو لا يعني هو 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 عنده حس تاريخي ان القوات المسلحة لم تنتهك له حرمات وانما دفعت عنه، وبيشوف افلام في سوريا ويقول البنات اللي مربوطين بالسلاسل دول كانوا ممكن يبقوا عندنا هنا لو ما فيش دول. الحكمة دي مشوش عليها عند عدم المثقفين، في تشويش سببه الذاتية السبجكتيفيتي، يعني هو ذاتي، هو يانا وراء عجلة القيادة يخرم المركب وتغرق عشان تشعر بأهميتي. عشان انا قدامي كتابين من كتب حضرتك. طبعا انا بشكرك جدا، انا بتستمتع من زمان من ايام ما كنت لسه في الجامعه ان انا اقرا للدكتور طارق. فاكر وسعيد ومتشرف، ربنا يخليك. عنوانين مختلفين جدا، واحد هو ذا بليج اوف راديكاليزم، وهو طاعون التطرف. بالظبط، طاعون التطرف. والكتاب الثاني ذا فيوتشر اوف ذا مسلم مايند، مستقبل العقل المسلم. ايه الكتابين دول؟ واحكي لي حضرتك عنهم. يعني الاثنين بالتاكيد اول ما بسمع كلمه التطرف هقول اسلام، لان بتجه نحو ان التطرف في الاسلام. والتاني هو مستقبل العقل المسلم. توقيتاتهم ايه وصدروا ايه او بيقولوا ايه؟ يعني هو انا هعملهم كده لزملائي في الكاميرا اهو عشان يشوفوا. هو واحد منهم بيتكلم عن الخط اللي بينتهي بداعش، ده الكتاب الاحمر. الكتاب الاحمر اللي هو طاعون الاصوليه او التطرف زي التطرف. ده بيتكلم على الخط اللي بيبدا من ابن حنبل وابن تيميه ولازم يوصلك الى داعش. والتاني بيقول، بيبص للعمليه من وجهه نظر التانيه، انك ممكن تبقى مسلم وتعيش في القرن ال21 وتكون بتفكر بطريقه علميه ويكون الاسلام بالنسبه لك دين مش بديل عن العلم، لانه لو اراد ان يكون بديل عن العلم لن ينجح، لان هو ما جاش عشان يكون بديل عن العلم، هو جاء عشان ينظم حياتك الروحيه وربما يكون مصدر لقيم. ولكن انت اول ما تقول الكتاب الاول بيقول على اللي هم بيقولوا لا لا لا، احنا عندنا حل لكل حاجه، عندنا نظام سياسي اسلامي وعندنا نظام قانوني اسلامي وعندنا كل حاجه، طب اسلامي وصيدله اسلاميه وعلوم اسلاميه، تمام؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده، ده الكتاب اللي بيقول ما فيش كده، وبيقولوا الطريق ده اخرته داعش. تمام؟ الانقاذ الوحيد للعقل المسلم هو اللي بدأه او حاول يبدأه علي عبد الرازق سنه 25. هو اصله عمل ايه علي عبد الرازق في كتاب صغير اقل من 100 صفحه؟ قال للناس ما فيش حاجه اسمها نظام حكم اسلامي، ما فيش. مش في نظام اسلامي وحش، لا هو ما فيش، في فرق ما بين الاثنين. قال هو انت عشان يبقى عندك نظام سياسي في حاجتين لازم يبقوا ظاهرين قوي، بتجيب الحاكم ازاي وبيحكم بايه، مش كده ولا غلط؟ ده صحيح. فبيمسك في حكايه بتجيب الحاكم ازاي ويقول لك بص
ابو بكر جاب طريقه غير عمر، وعمر جاب طريقه غير عثمان، وعثمان جاب طريقه غير علي، ومعاويه جاب طريقه غير الاربعه اللي قبليه. تمام؟ يبقى بالتالي ما كانش عندهم طريقه، ولو كان عندهم طريقه كانوا اتبعوها. طالما ما عندهمش طريقه يبقى الموضوع ده متساب للانسان والزمان. تمام؟ وجه بالنسبه للقواعد قال كل واحد من دول حكم بقواعد مختلفه. ده في واحد منهم اللي هو الخليفه الثاني ألغى بعض النصوص في بعض الظروف. جه الدنيا قامت وما سكتتش على الشيخ علي عبد الرازق. ولغايه النهارده بيجي بعض الغلاة الاخوان يوجهوا سهمهم ليه؟ ليه؟ عشان هو كمان عارف كان بيعمل ايه وهم عارفين هو بيعمل ايه. هو بيقول لهم لعبتكم دي كلها سياسه، ما فيهاش دين خالص. انتوا فاكرين ان بتضحكوا على الناس، بس انا كرجل هو ازهري علي عبد الرازق يعني طبعا طبعا راجل عنده عالميه من الازهر. بيقول لهم يا نصابين، شيخ يعني شيخ ايوه عنده أيوة عالميه أيوة. ودارس ايام ما كانت الدراسه بجد طبعا، واخوه كان شيخ الازهر الشيخ مصطفى عبد الرازق طبعا. تمام، وهو من دي عائله عبد الرازق التي عندما لا يعرف الناس سافر طه حسين سنه 14 فرنسا، شاب اعمى لابس قفطان، ركب المركب وراح مارسيليا، وكمية النور اللي في مخه تنور بلد. راح يدرس في مونبلييه اللغات القديمة اللاتينية واليونانية. قامت الحرب العالمية، بعثته اتقطعت، الدولة قالت له ارجع. مين اللي ادوله عشان يقعد هناك؟ قال عبد الرازق، لان هم اعيان المنيا وهو من المنيا. ليه هم شنوا الحملة دي على علي عبد الرازق؟ لأن هو بياخد منهم أهم حاجة عندهم، وهي إن في حاجة اسمها دولة إسلامية. هم عاوزين، ما هم هيحكموا إزاي؟ أنا نفسي أن تتاح لي ولغيري الفرصة أن نقنع الناس أن الإخوان المسلمين حزب سياسي بس، وإن الدين بالنسبة له أداة للوصول للحكم، لكنها أداة هندفع ثمنها الخروج من القرن الحادي والعشرين والقرن العشرين والقرن التسعتاشر خالص. طبعا هندفع خروج سبع ثمان قرون ورا طبعا طبعا 100% وابعد من سبع قرون ورا. استاذ محمد، مش هم لما جم عملوا برلمان اخواني احدى اولى مواضيع اهتمامهم تخفيض سن زواج البنت، وكانوا عاوزين ينزلوا الى 12 و9؟ لا، انا وقفت في الايام برلمان الاخواني قدام حاجه كده لاحظتها، حصلت حادثه حصلت. كان رئيس البرلمان سعد الكتاتني، وراح واقف نائب من نواب حزب النور وبيأذن ساعة الصلاة داخل القاعة. ادي الاخوان وادي حزب النور، وكل اللي قاعدين معظمهم يا اخوان يا حزب النور. فسعد الكتاتني نهره بشدة، قال له انت جاي تزعل علينا هنا؟ يعني هو نفسه رئيس مجلس الشعب بيعترف أن استخدام الأذان جوه هنا، ما هو لو كان ده مسألة بالنسبة لهم كان قال لك خلاص بعد كده تعمل كده أو نقفل الجلسة ساعة الصلاة. لو كان سعد زغلول كان قال للفراشين شيلوه طلعوه بره. يا ما عمل كده مع فكرة أباظة. تمام، بس ما عندناش الحسم ده. كويس. بس أنت اللي بتقوله ده مهم جدا. الوقفة دي المزايدة دي قال له أنت الكلمة هو اللي قال له إيه؟ لأن هو ما لحقش يفكر. لا، جرعة الدين عند واحد أكتر من التاني. قال له انت جاي بتزايد على، مش قال له مثلا انك انت بتتصرف تصرف خاطئ؟ لا، بتزايد عليا دي كلمه ذات دلاله رهيبه. بالظبط، انا وانت بنلعب بالدين بس انت زودتها شويه. انت زايدت عليا. انت مش هتزايد عليا. انت زودتها خالص. هو زودها خالص طبعا، يعني بمنظور الكتاتني هو زودها عليه. فانا وقفت عند دي بشكل قوي قوي. طب ايه رايك حضرتك ننتقل في أسئلتنا شوية إلى توقيت صدور الكتب؟ يعني هل أنت الأول تحدثت عن الطاعون، وبعدها تكلمت عن مستقبل العقل المسلم، ولا تكلمت عن مستقبل العقل المسلم ثم بعدها تكلمت السيناريو الثاني؟ اتكلمت عن مستقبل العقل المسلم ثم ده العقبة اللي في طريقه. كويس. لكي يكون العقل المسلم مواطن انسان عايش في ظل الانسانيه في سنه 2016 وبيؤمن بالعلم
وبيؤمن بالاخوه وبيؤمن ان الدين قضيه شخصيه، لازم انقذه من الطاعون، لان الطاعون قاعد يسحبه الى معارك جانبيه، قاعد ياخده الى بوكو حرام. عارف بوكو حرام ايه؟ التعليم حرام. كلمه بوكو حرام باللغه المحليه في نيجيريا يعني التعليم حرام. دول ناس في غايه الامانه، ما بيكذبوش، انت عارف التعليم كلمه بوكو يعني التعليم في اللغه في نيجيريا. فبوكو حرام يعني التعليم حرام، ناس في غايه الامانه كده وش على طول. التعليم هو في الحقيقه يقصد بالذات كمان تعليم البنات هناك، لان هم قضيتهم كل الاصوليين قضيتهم حاجتين، الستات وغير المسلمين. ليه؟ عشان دول اللي بيكشفوا عورتهم الفكريه كلها في المنطقتين دول. يروح يذبح الراجل بتاع الشيعه، يا اخي غلطان، سيبه لربنا يا اخي، ربنا قادر على او حكمه لو هو وصل لمرحلة ان هو تطاول على شيء او عمل حاجة ضد القانون، ودي النيابة. لا لا لا، ده اتحاصر بيته والدولة عارفة ولم تنقذه، وبعدين اتسحل هو واهل بيته، تمام؟ في واقعة، وصور ان الموضوع مش مهم، يعني ايه ما حدش يهتم بيه؟ انا مش شايف ان الاعلام وقف على رجل، مفروض ان الاعلام يقف على رجل عندما يحدث شيء، ومش من اجل الرجل على فكرة. يعني اقول واردد، لو أننا وقفنا جميعا ضد ما حدث لهذا الرجل، فنحن لا نفعل ذلك من أجله هو، وإنما من أجل أنفسنا ومن أجل مجتمعنا ومن أجل السلام الاجتماعي. لأن اللي بيعمل كده النهاردة مع واحد لأنه شيعي، هيعمل كده بكرة مع واحد لأنه قال كده أو قال كذا. اتعملت على فكرة في مصر، في حوادث اتسجلت أن ده أصله قالك عمل كذا أو عمل كذا، فدخلوا عليه وضربوه أو قطعوه. ليه الكتب بالانجليزي يا دكتور؟ لا، موجوده بالعربي كمان. موجوده بالعربي؟ بس انا عارف ان انت، انا بقى طبعا انت دراستك لغه انجليزيه وبتقرا بالانجليزي وبتترجم، فانا جبتهم لك كده، لكن انا عارف، لكن هم موجودين بالعربي طبعا. ده كانت محاضره، لان انا اللي شايفه حضرتك دي كانت محاضره واصدار او محاضره كانت فين؟ في جامعه اوكسفورد. في اوكسفورد؟ ايوه. وده نازل بالعربي وبالانجليزي، هو هنا من بالزبط بالجهتين اهو. بالظبط. انما دي كانت محاضرة في جامعة أكسفورد، هم مهتمين بالعقل المسلم والعقل في معهد كبير جدا في جامعة أكسفورد للدراسات الإسلامية. وفي، لا هقول لك حاجة، جامعة لايدن في هولندا أنتجت عن الإسلام كتبا قد لا تكون موجودة في العالم العربي كله ناظرها، يعني الغرب اهتم. صحيح البعض هيدخل ويقول لي أصله مهتم من منظور استعماري، فليكن، مش هنضيع وقتنا في الموضوع ده، لكن الاستشراق اهتم. يعني المسلمين ما طلعوش حاجه اسمها انسايكلوبيديا اوف اسلام، دايره معارف الاسلام، جامعه لايدن اللي عملتها. لو مش عجباني بدل ما اشتمها اعمل واحده احسن منها، او اصلح لهم شويه. لكن اهتمام الباحث الاكاديمي بنا في الغرب عالي جدا طبعا الى ابعد الحدود، انه عاوز يعرف، خاصة ان الخطر بيروح له، مش كده برضه؟ يعني هو الخطر، هو عايز يعرف ده خطر ولا لا، وايه الصح هنا، ويدرس، والخطر بيروح له وهو شريك في ان الخطر بيروح له. ده موضوع تاني. لا، ده موضوع تاني مهم. ده موضوع تاني مهم جدا. يعني هو الخطر بيروح له وهو مش بريء قوي من صناعة الخطر، من صناعة الخطر او من احتواء الخطر عنده، او استخدام الخطر ضدي. بالظبط، عشان ما يقولوش تاني. بالظبط. طيب، بالظبط. اخر سؤال ليا النهارده في الحلقه الوقت بيطير مع حضرتك. اولا يعني انا بكون مبسوط قوي وانا مستمتع بالحلقه اللي انا وانا بنفس القدر والله، ربنا يخليك. دستور 2014 هل يؤسس لدوله مدنيه او بيحط رجلينا على بدايات الدوله المدنيه في مصر؟ يعني خليني اقول ان دستور 2012 هو اسوأ دستور في تاريخ مصر، كان يؤسس لدوله دينيه. دستور 2014 تدارك الكثير من العورات التي كانت فيه، أو العوار الذي كان في دستور 2012، ولكن فيه مشاكل مش عارف هل في إرادة سياسية للتعامل معها ولا لا. أشك إن في أي حد هيقرب من المادة 2. لو الأمر بيدي لاقتربت النهاردة قبل بكرة،
المادة 2 تمام؟ وشيل الألف واللام اللي حطوهم أنور السادات مقابل أشياء معينة. لكن دستور 2014 زود من دور من أهمية دور الأزهر. هل ده صح ولا غلط؟ يتوقف الأمر على العلاقة بين القيادة السياسية وبين الأزهر. بمعنى خد بالك يا أستاذ محمد إن إحنا في ظرف تاريخي في غاية التعقيد. طبعا. يعني بمعنى المطلوب من الأزهر تغيير الخطاب الديني، واتقالت كذا مرة. الأزهر النهارده راح قابل رئيس فرنسا، راح قابل بابا الفاتيكان، شيخ الأزهر، ورجل متعلم ومستنير جدا. يعني في كلام في هذا الموضوع. بس حضرتك بتعود، هل سببية تمكين الأزهر شوية هو الموقف اللي احنا فيه تاريخيا الآن والتعقيد ده؟ يعني أعتقد إن هو يعني هقولك خلينا نقول حاجات عن مفتوح خالص. وقوف شيخ الأزهر على المنصة يوم 3 يوليو 2013 كان جزء من شرعية ما حدث. طبعا. مش كده ولا غلط؟ طبعا. ووقوف الأحزاب وكل حاجة، لأن احنا بالزبط. احنا المجتمع، احنا مصر بالظبط، واحنا الدين بالظبط أيضا. يعني وكان البلدعي واقف على المسرح يومها، كان واقف على المسرح طبعا. تمام. ففي كتير من اللي بيقولوا متناقض مع تلك الوقفة، ولكن كان واقف على المسرح. أنا بعتقد أن الأزهر عنده مسؤولية تاريخية كبيرة الآن لكي يركز فقط على وسطية الإسلام، أي أن يقدم برامج تعليمية تتسم بالوسطية، خطاب ديني يتسم بالوسطية، وأن يقلل من طموحات البعض في الأزهر أن يلعبوا دور سياسي في قيادة المجتمع. لأن هناك البعض الذي يريد أن يرى الأزهر مرجعية لكل شيء، زي ما قلت لك على مثال الدكتور جابر عصفور. الأزهر بطبيعته هيكون ميال أنه هو يبقى مرجعية في كل شيء، لكن في حاجة فوق الأزهر اسمها الإرادة السياسية، اللي هتقول لا ده موضوع بتاع وزير الثقافة، ده موضوع مش بتاع الأزهر. هل ده هيحصل؟ أتمنى. فكر المؤلف الكبير الدكتور طارق حجي، أنا عايز أشكرك مرة تانية على وجودك معنا في يوم بيوم، وإنك أنت اختصتنا بإنك أنت تكون موجود معايا في أول عودة ليك من الخارج بعد عدة أشهر. وأتمنى إن احنا نكرر هذا اللقاء إن شاء الله. يعني أتمنى إن احنا نشوف حضرتك مرة أخرى، وإن احنا نختار دايما في كل لقاءاتنا. حضرتك أعلنت وقلت لي أنا بعد كده هطلع معاك يا محمد بشكل دائم، عايزين نختار في كل مرة موضوع كده من المهم، بدل الحاجات اللي عمالة تنتشنا في حاجات مش ده لقائي الأول من كذا شهر، ولقائي الثاني بعد شهر معك إن شاء الله على قضية محورية. اتفقنا. قضية واحدة محورية. اتفقنا. أشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكرك معنا جداً. أنا بشكر حضراتكم على المتابعة، ونشوفكم بكرة يوم بيوم.